ثمن صمود عمليات الجرف الإسرائيلية لأكثر من 50 يوما كان باهظاً، دماء مئات الأشخاص وتشريد وتضييق الخناق على آلاف المحاصرين في غزة. لم تتوقف إسرائيل عن التسويق لدقتها في استهداف مواقع حماس، لكن قواتها نسفت آلاف المنازل وعشرات المستشفيات والمساجد، بل ولم ترحم من ظلوا بلا سقف ولجأوا إلى المدارس والملاجئ، حتى الموتى لم يتركوا بسلام. عكس عملية الرصاص المصبوب وعمود السحاب، كانت عملية الجرف الصامد أطول وأعنف، بل وأكثر حرب خسارة للطرفين. فعدا عن الخسائر البشرية التي تكبدها الطرفان، كانت هذه الحرب تكلف تل أبيب 60 مليون دولار في اليوم الواحد. أما غزة فتشير التقديرات إلى أنها تحتاج 18 عاما لإعادة إعمارها إن ظلت محاصرة. كثيرون استبشروا خيرا بالمفاوضات التي احتضنتها القاهرة للخروج باتفاق يوقف سيل القذائف التي تعبر سماء غزة وتدمر أرضها. فظروف هذه الحرب تختلف عن حربي 2008 و2012. الفصائل هذه المرة بدت أقوى وأزعجت إسرائيل كثيرا بالصواريخ التي كانت تسقطها في عقب دارها. فلم ترضى بما كان يوضع على طاولة المفاوضات، وأصرت على أنها لن تضع توقيعها على اتفاق لا يضمن أبسط الحقوق التي تضمن العيش الكريم للفلسطينيين. طالت المفاوضات التي تخللتها محاولات هدنة لم تتجاوز أطوالها الأسبوع دون وقوع خروقات لوقف إطلاق النار. فالفلسطينيون شددوا على ضرورة فك الحصار لإتمام أي اتفاق. في المقابل يريد الإسرائيليون نزع سلاح الفصائل على رأسها حماس. ولأول مرة علت أصوات بعض الفلسطينيين اللاجئين في القطاع مطالبة بوقف الحرب بغض النظر عن شروط الطرفين. مش عارفين نوصل دورنا، يوم في هدنة يوم فيش هدنة. ليش بدنا الحياة هذه؟ احنا بدنا هدنة على طول نعيش زي شعوب العالم، احنا نعيش زي شعوب العالم، احنا بني آدمين. احنا الليلة كنا عد صار صلح نرجع، إلا هم قام الحرب. طب ايش بدنا نسوي؟ بدنا نحارب ثاني كمان مرة نتدمر، يا بحرب بالمرة يا عيشة بالمرة، يا هيك يا هيك. تل أبيب وفي الوقت الذي كانت الهدنة تبحث عن موطئ قدم، لم تخفي ثقتها الزائدة بقدرتها على قيادة حرب طويلة الأمد لترد عليها الفصائل بالمثل، وفجأة ظهرت بوادر الاتفاق. نحن هنا اليوم بعد إنجاز الاتفاق بين الطرفين لنعلن انتصار المقاومة الفلسطينية. اتفاق يقول البعض إنه انتصار لحماس التي ضمنت في بنوده كل الشروط التي أرادتها، مقسمة إلى شروط فورية التنفيذ وأخرى سيتم تباحثها على المدى البعيد. فيما يرى البعض الآخر أن هذا الاتفاق لن يختلف كثيرا عن سابقيها، فإسرائيل لم تلتزم حتى بالقوانين الدولية، فكيف ببنود وافقت على مناقشتها فقط؟